طالب حاجه، هو طالب بس ياخد حقه قانوني. الشركات بتروح تعمل ايه؟ تروح تقول له انت مرتبك الاساسي كذا، تدي له اقل حاجه 350 جنيه وتقول له اتفضل اقعد في البيت. طيب انت تقدر تشغله على قد طاقته، على قد ما يستطيع، عشان كمان تحس بفاعليته في المجتمع، متجوز وعنده اسره ومصمم على الحياه، يعني مصمم اراده قويه جدا للحياه. وحضراتكم اكيد كل واحد اللي في بيته حد من ذوي الاحتياجات الخاصه، او الواحد صاحبه او زميله في المدرسه او زميله في الشغل، عارف قد ايه روح الاراده والتحدي اللي موجوده في قلوبهم ما شاء الله عليهم يعني. وربنا بيعوضهم بفكر وباراده وبقوه وبحب للحياه كبير وبرغبه في الخدمه العامه، وتلاقيه راجل في كل حاجه وفي كل المناسبات واقف، هو الاول واحد في عزاء، هو اول واحد في فرح، عايز يشارك. لكن للاسف احنا لسه مش متاهلين ان نعمل كده، ودول ملايين يا جماعه، ملايين. بين من الاخبار المهمه طبعا انا هكمل في موضوع خاصه التوحد ده، لانه رجل اعمال اللي كنت بحكي لكم عليه من شويه مقرر يبني مدينه متكامله للرعايه لاصحاب هذا المرض، يعلم فيها اهاليهم وازاي يدربوهم وازاي يتعاملوا معاهم وازاي يتعاملوا في المجتمع. صحيح عايز تعاون من ناس، عايز تبرعات، وعايز هو مقتدر بس يعني مش هيقدر يشيل كل ده لوحده، عايز دعم من الحكومه، عايز ارض، عايز يتحرك، علشان ده الخدمه العامه الحقيقيه، ما ينفع الناس ويمكث في الارض، ده الحقيقي اللي لازم كلنا نبقى وراه وكلنا ندعمه. من الاخبار اللطيفه المهمه النهارده، المهندس ابراهيم محلب كرم رجل الاعمال احمد ابو هشيمه رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين بعد تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وتنازله عن 75 مليون جنيه فرق ارتفاع أسعار الحديد. يعني كان المفروض يبيع يعني يكسب 75 مليون، فتنازل عن 75 مليون دول أيضا للدولة، يعني 50 و75 يعني 125 مليون جنيه ما شاء الله، يعني مبلغ كويس. وطبعا ابو هشيمه قال في تصريحات للتلفزيون المصري بعد لقائه مع رئيس الوزراء ان هذه المساهمه واجب وطني، وانه متفائل بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمتلك رؤيه واضحه للمستقبل. من الحاجات اللي تفرح هذه التبرعات، دلوقتي بقينا بندور على رجال الاعمال اللي بيتبرعوا، ناس كتير جدا من اللي قعدوا مع الرئيس ما شفناش منهم مليم واحد لحد دلوقتي، ناس كتير من الذين يمتلكون مشروعات حتى لو مش كبيره ما بيطلعش حتى 10,000 جنيه. ما بنقولش انه هذا التبرع اجباري، لكن يعني البلد محتاجاك. واتكلمنا قبل كده ازاي الولايات المتحده الامريكيه بجلاله قدرها الحكومه ما بتعملكش حاجه بيه، انت بتجيب الاداره، احنا بنختار الديمقراطيه دي، احنا بنختار اداره نسلمها فلوس المجتمع اللي هو المال العام، حضرتك فلوس المجتمع، انت دي اداره. الحكومه ابراهيم محلب ده اداره، ده في الاداره، هو مش معهوش فلوس في جيبه بيطلع منها ويديك، مفيش موارد يطلع منها ويديك، بيصرف منها على البلد، لو جايب فلوس من قناه السويس بيصرف منها على مشروعات، تعليم، صحه، الى اخره. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المجتمع هو اللي بينتج هذه الاموال، بيدي منها فلوس ضرائب، بتيجي اداره، الاداره دي بتاخد الفلوس دي توظفها في خدمه المواطنين مره ثانيه، يعني راجعه لك ليك ولولادك. وبالتالي الواحد بيبقى عنده امل من المقتدرين ان هم يكون عندهم رغبه اكتر. بشكر طبعا احمد ابو هشيمه على تبرع ال 50 مليون جنيه وال 75 مليون جنيه اللي اتبرع بيهم في فرق اسعار حديد. هو قال مصر تحتاج لنا ولا بد ان نلبي نداء الوطن في الاوضاع الاقتصاديه صعبه للغايه، وعلى الجميع ان يساهم في صندوق تحيا مصر. واوضح انه تم ايداع 50 مليون جنيه كاش في حساب صندوق تحيا مصر بالاضافه للتنازل عن فرق اسعار الحديد 75 مليون، بجانب اعمار 20 قريه في صعيد مصر بتكلفه 2 مليون جنيه لكل قريه. ما شاء الله دي ما كنتش عارفها دي. دي ما كنتش عارفها دي. 2 مليون جنيه لكل قريه في 20 يعني 40 40 و50 90 و75 165 مليون جنيه، وتم البدء فيها من خلال الانتهاء من اعمار قريه مهدي الاخر ببني سويف، لو انا بنطق اسم القريه صح. انا معايا على التليفون رجل اعمال احمد ابو هشيمه اللي كرم النهارده من رئيس الوزراء. اهلا بيك يا احمد. خالد ازيك؟ مهدي الاخرم. مهدي الاخر. طيب انا ما كنتش عارف اقرا اسم البلد. ما شاء الله انا بشكرك طبعا، ودي حاجه من الحاجات المتفائله اللي احنا عايزين ننورها الحقيقه للناس. والنهارده طبعا رئيس الوزراء واضح انه حريص لما بتبقى في مبالغ بتدفع فعلا مش بتتقال في التلفزيونات، يعني بيكرم اللي دفعوها. قول لي الحوار كان ايه النهارده؟
يعني يا خالد معلش اسمح لي اقول لك في الاول مفيش شكر على واجب بلدنا، وده اقل حاجه تتعمل ببلدنا، وهو مش تبرع، هو مساهمه. مفيش حاجه اسمها تبرع، دي بلدنا، احنا بنمر ظروف صعبه جدا، وبلدنا محتاجه كل جهد، كل فكر، كل قرش. فيعني احنا كان انا مؤمن يا خالد بقصه صندوق تحيا مصر لعده اسباب. اولها ان احنا كنا عايزين قياده سياسيه نثق فيها، ويبقى في لينا قدوه، والحمد لله ربنا كرمنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الناس متهيألي متفقه معايا الحمد لله، يعني اغلب المصريين متفقين معايا في هذا الراي. البلد اتقالت الظروف من اول يوم، وايام الحمله الانتخابيه احنا كلنا هنبني البلد، مفيش حد يبنيها لوحده، احنا كلنا عندنا ظروف صعبه، احنا كلنا. وبعد كده بدا الراجل بعد ما جه رئيس جمهوريه يقول الظروف اللي بتمر بيها البلد، وانا يعني حاسس ان هي مش بلد الرئيس لوحده، ولا بلد خالد صلاح ولا احمد ابو هشام، هي بلد المصريين كلهم. وانا يعني مقتنع ان صندوق تحيا مصر هو قلم اشرف على كل جنيه فيه، وان هو هيبقى فيه، هو طبعا في ناس بتقول لك لا لسه ما طلعش قانون، احنا مش عارفين راسنا من رجلينا، اوكي بس البلد مش هتستنى. احنا بنمر بظروف صعبه، انا نفسي بس ثقافه الصندوق تتغير يا خالد، ان احنا ازاي المقتدر يدفع، رجل الاعمال يدفع، المحامي يدفع، الدكتور يدفع، يعني ما تبقاش رجال اعمال بس يا احمد، يعني تبقى مساهمه مجتمعيه شامله. مش هينفع رجال اعمال بس، مش هينفع، مش عايز اتكلم على رجال اعمال والظروف والكلام ده، في ناس لازم كلنا نحس، واللي ما بيحسش ببلده انا بس بنصحه نصيحه، انا ماليش دعوه يدفع ولا لا، بس النهارده لو البلد بعد 1000 شهر جرى لها حاجه يا خالد، انت عندك مصنع بمليار، مصنع ب 100 مليون، مصنع بمليون، مصنع ب 1000، عندك خلاص بخ بقى بخ باسف. فاحنا الحمد لله ربنا انقذنا من حاجات كتير، فعايزين بس الثقافه، عارف انت الفقير الجنيه بتاعه هيبقى ليه طعم خاص، يعني صح. يعني لو فقير بس بيدفع جنيه، وهو فقير جدا 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 زي الناس اللي احنا بنروح لينا الشرف ان احنا بنروح نطور الكره بتاعتهم ونعمل لهم مشاريع بس يا احمد احنا سامعين، يعني احنا مبسوط جدا انك دفعت ورئيس الوزراء كرمك، وفي فلوس كاش، وفي قرى، وفي ما شاء الله حاجات متعدده، كتر خيرك ربنا يبارك لك، بس احنا سمعنا من رجال اعمال كتير الحقيقه ارقام ضخمه جدا ومفيش حاجه حصلت. والله خالد انا يعني ما اعرفش ظروف الناس ايه، بس انا يعني انا يمكن الحاجه دي ما احنا دفعنا الفلوس، خليني اقول لك احنا مساهمتنا ايه في شركه حريم المصريين، احنا دفعنا 50 مليون جنيه كاش اتحطوا في الحساب، في 75 مليون جنيه ده فرق سعر اسعار حديد تحملناها عشان ارتفاع سعر الطاقه، اضطر ان كل المصانع ترفع اسعار، احنا تحملنا ال 150 جنيه دي وعامله 75 مليون جنيه، وطبعا دي مساهمه برضو في بناء وحدات لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل. ال 20 قريه دي احنا هنعملها، كانت معموله كده او كده ان احنا عايزين نبدا فيها، وكانت فكره موجوده، ولكن هتبقى كلها تحت تحيا مصر، وفتحنا اول قريه في 27 رمضان، وبشكر جمعيه الاورمان اللي عملتها في 45 يوم، وانا عشان احط التزام على نفسي عايز كل 3 شهور يبقى عندي التزام على نفسي قدام الناس وقدام الاعلام ان انا لازم افتح قريه. بدانا دلوقتي بنعمل سيرش على القريه الثانيه، هم هيبقوا 20 قريه كلهم في الصعيد والاكثر، ان شاء الله خير ان شاء الله، وكل قريه 2 مليون، كل قرية بس القرية 2 مليون، واحنا بنعمل مشروع انمائي، يعني مثلا قرية مهدي الأخرم حطينا فيها خالد، اشترينا رؤوس ماشية عشان يبقى فيها عندهم حاجة اسمها يعني حاجة انمائية ومشاريع انتاجية، يعني انت عارف الرأس الماشية ممكن تجيب لبن، وممكن يعني مش عايزين نعمل القرية ونسيبها ونمشي، لا احنا عايزين الناس تشتغل، وعايزين يبقى عندنا، ولو قدرنا ربنا يسهل بعد ما نخلص دول نبقى نخش في حته التعليم شويه. بص يا خالد عيب على كرامتنا، انت لما ابعت لك السي دي يا ريت ابعته لك تعرضه، السي دي القريه قبل وبعد، يعني عيب ما شاء الله. بشكرك والله يا احمد، بشكرك شكرا جزيلا.